في نساء بتقول بعد بكير، وغيرها بتقول بعد صغيرة، ومنهم يلي بيقول مجرد دعايات. تعتقدي صحة أعدامك قوية؟ تسمعيها عم بتطق؟ بعرفك على مرض هشاشة العظام الصامت يلي بيصيب 30% من النساء وبضعف لك عظامك. رغم نجوميتها والرفاهية التي تسيطر على حياتها، حرصت نانسي عجرم في خطوة تحسب لها على تبني حملة توعية تتوجه من خلالها لنساء الوطن العربي حول مخاطر مرض ترقق العظام، مسخرة صورتها واسمها في حملات وحفلات ومؤتمرات صحفية خدمة لهذه الرسالة. المرض بخوف لأنه اسمه صامت، لأنه يعني ما بيعطينا أنواع الرجل، بيخوف لأنه المرأة أنه انتبهي لأنه فيها المرض اللي هو المرض الصامت ممكن يصيبك، وخاصة بعد ما عرفت أنه عم بتراوح الأعمار بين الـ 25 والـ 40 سنة، يعني عم يصيب المرأة بعمرها إلى المزدهر، وأكيد هن يختاروني كمان لأنه يمكن أنا وجه بقدر أثر أكثر بالمجتمع، لأنه وجه معروف محبوب. ما بعرف يا اسمك ايه خلاصة الموضوع، اول ما اقول اوكي لازم تقول مسموع. اعرف يا اسمك ايه خلاصة الموضوع، اول ما اقول اوكي لازم تقول مسموع. يمكن عم ينطروا لحتى يصير عمرهم 50 سنة وأكثر لحتى يكتشفوا بعدين أنه هني عم بيعانوا من هالمرض، وخاصة أنه هو هالمرض مرض صامت، يعني ما بيعطيك إنذار قبل ما يجي. فالحملات التوعية هي أنه نتوقع لأنه هالمرض ممكن الوقاية منه. بنسبة الفيتامينز اللي عم بفوتوا على جسمي، إن كان بناحية الأكل أو بالسبلمنتس، وبرياضة بتبع رياضة يومية ونظام غذائي صحي. إذا ما عندي حفلات أكيد في عندي أشياء بعملهم يومية، يعني مثل السبور، مثل اهتمامي بولادي هو كل يوم، يعني بحياتي كلها لو حتى عندي شغل، بس بتمتع أكثر فيهم وقت اللي ما عندي شغل. يعني يا كتر ما شلت في قلبي عليك، يا كتر